السلام عليكم، معكم طلال نقار، متابع معكم بسلسلة النيفروباثولوجي. وصلنا معكم للحالة رقم 11. نستعرض الحالة. عندي مريض كوكيجن، يعني أبيض، عمره 57 سنة. راجعني بقصة مايكروسكوبي هيماتوريا، بيلة دموية غير عيانية مع صاب نيفروتيك بروتينوريا، يعني بيلة بروتينية أقل من 3.5 جرام، مع قصور كلوي أو ارتفاع بأرقام الكرياتينين. بسوابقه المرضية في عنده ارتفاع ضغط لمدة 3 سنوات، ما عنده قصة سكري أو قصة أمراض كلوية بالعائلة. فحص السريري، ما عنده وتمات بالطرفين السفليين، ضغط الدم عنده 120 على 92 على الأدوية. طبعا المريض نفى أي قصة لوجود إنتان حديث أو طفح جلدي أو ألم مفصلي أو ألم بطني. تحاليله الدموية، الكرياتينين عنده 1.7، فحص بول 24 ساعة البروتين كان 1 جرام، والألبومين بالمصل كان عنده 3.6. بفحص البول كان في عنده البروتين 300 ملي جرام بير ديسيليتر. طبعا هذا القياس لحاله ما بيكفي، لازم انسبه للكرياتينين لحتى اعرف البروتين كرياتين ريشيو، بس انا اصلا معي البول 24 ساعة هو 1 جرام. في عنده بفحص الرسابة البولية كان في عنده 8 كريات حمراء بالهاي باور فيلد، وما في عنده اسطوانات. بالنسبة للسيرام كان الاي جي اي ليفل، مستوى الاي جي اي كان مرتفع، بينما بقية التحاليل المصلية كانت سلبية او طبيعية، وهذا بيشمل الكومبليمنت سي 3 وسي 4، بيشمل الانكا، بيشمل هيباتايتس بي سيرفيس انتيجين، بيشمل الاتش سي في انتي بودي، بيشمل الانكا، سوري قلت الانكا هون الاي ان اي، هون الانكا كمان نيجاتيف، والانتي جي بي ام انتي بودي كمان نيجاتيف، هي الضاد الغشاء القاعدي. ما كان في عنده مونوكلونال سبايك بالسيرم بالبروتين الكتروفوريسيس بالمصل. الكدني حجمه كان 11.7 و 12.2 سنتيمتر اليسار واليمين بالألتراساوند. هذا هو السلايد الأول، نعمل له خزعة كلية. فهذا السلايد الأول، بعطيكم 5 ثواني لتاخذوا تعليقاتكم. هذا السلايد الثاني، immunofluorescence للIGA، وهذا السلايد الثالث اللي هو المجهر الإلكتروني. ما هو أفضل تشخيص لهذا المريض؟ هل هو lupus nephritis class 2، التهاب الكلية الذئبي؟ هل هو IgA nephropathy IgAN؟ هل هو هينوكشونلاين بيربرا نيفرايتس اللي هو صار هلا اسمه التهاب الاوعيه بالاي جي اي فاسكولايتس؟ هل هو ريزولفينج بوست انفكشوس جلوميرولايتس، التهاب كبوب وكليه تالي للانتان حاليا بطور التراجع؟ هل هو مينيمال تشينج ديزيز، ده قليل التبدلات مع الفارينت اللي هو ديفيوز ميزانجل هايبر سيلولاريتي؟ رجعوا للسلايدات، عيدوا قراءتهم وخذوا ملاحظاتكم واختاروا الإجابة الأنسب بين هالإجابات الخمسة، وبعدها بننتقل للنقاش. نبدأ بعرض السلايد الأول. الملون المستخدم هو هيماتوكسيلين إيوزين. في زيادة بالخلوية إذا بتلاحظوا عموما بالكبة الكلوية، هاي الزيادة عم تكون حساب الميزانجوم. إذا بتدققوا المسافة اللي بين الكابيلاري بحد ذاتها مفتوحة، ما نشأ فيها تكاثر جواتها. فالقراءة الأولى هي ميزانجل إكسبانشن مع هايبر سيلوريتي، زيادة بخلوية الميزانجوم. المسافة البولية مفتوحة وبالتالي ماني شايف أهلي، هذا اللي بقرأه من هذا السلايد. هذا الامينوفلوريسنس للاي جي اي، فهو بوزيتيف للاي جي اي. طبعا الباثولوجيست هو بده يقول لي انه هذا للاي جي اي او للاي جي جي او غيره، لانه هو اللي استخدم الملون اللي بيكشف الاضداد الموجوده، حكيناها اكثر من مره. حتى بشرح السلايدات بيقول لك انتاي اي جي اي، لانه بيعطوا اضداد للاي جي اي مشان تظهر بشكل فلوريسنت. فهون الاي جي اي عم تكون بوزيتيف. التوزع تبعها صراحه اذا بتنتبهوا هو مانو كابيلاري، هو اكثر منه ميزانجل. لاحظوا هي هذا التوزع، هذا ميزانجل، هي بالميزانجوم بين الكابيلاري بين الاويه. فهذا اي جي اي بوزيتيف ميزانجل ديستريبيوشن. هذا المجهر الالكتروني، شوي نوجهكم للتشريح. هذه احد الكابيلاري، احد الشعريات. لاحظوا الاستطالات القدميه، وهي مسافه بوليه حقيقه.
هاي مثلا هون هذه الميزانجيوم، فهاي التوضعات اللي شايفينها هذه ميزانجل ديبوزيتس هي، فهذه بوزيتيف لميزانجل ديبوزيتس. الشيء شايفينه هون مثل ما قلنا هذه جوا الكابيلاري، هاي كريه بيضاء مثلا، فشوفوا الفوت بروسيس شايفه لهون من عندي شايفها سليمه هذا الجزء، بينما ربما هون في شويه افيسمنت ربما جزئيه، بس عموما هذا شايفه سليم. ربما تشوفوا الفود بروسيس هون كمان سليمه. فالمسافه البوليه هدول كريات حمراء بالمسافه البوليه. فهذا اللي بقراه انا شايف ميزانجل ديبوزيتس مع ار بي سيز بالمسافه البوليه. هذا كله بيحط تشخيص واحد ما ممكن يكون في غيره اللي هو اي جي اي نيفروباثي. فحقيقة نحن عندنا هون ديفيوز اند جلوبال ميزانجل هايبر سيلولاريتي، فرط خلوية بالميزانجل مثل ما حكينا. هو هلا هون قدر الاتروفي والانترستيشال فايبروسس 10%، بس ما بظن انه كان فينا نقراها بسلايدات، لازم كنا نستخدم ملون مميز مشان نعرف مقدار الفايبروسس، شرحت لكم عنه بالمحاضرات الاولى، هو الترايكروم. ممكن بمحاضرة الشرح التفصيلي للاي جي انفروباثي شوف فيكم عدة سلايدات لفايبروسس بدرجات مختلفة للاي جي انفروباثي، لأنه هو عنصر مهم بتقييم إنذار المرض، حكيناها كثير بهي الموضوع من أول المحاضرات. الميزانجل سينينج للاي جي اي مثل ما قلنا هو ديفيوز ميزانجل سينينج ديفيوز اند جلوبال. اللي ما شوفنا اياه سلايدات كان الاي جي جي بوزيتيف، الاي جي ام بوزيتيف، السي 3 كان بوزيتيف بلس 1 بلس 2، بينما السي 1 كيو كان نيجاتيف، البقيه كان الكابا واللمدا بوزيتيف. سي 1 كيو نيجاتيف هذا بيدلنا انه ما كان في اكتيفيشن للكومبلمنت بالكلاسيك باث واي. لما بيكون الكومبلمنت بوزيتيف بينما السي 1 كيو نيجاتيف، السي 3 بيكون بوزيتيف والسي 1 كيو نيجاتيف، معناتها في اكتيفيشن للكومبلمنت وما صار بالكلاسيكال باث واي اللي هو اللي بصير في تفعيل للسي 1 كيو بدايه. نحن بنعرف الاي جي ان نيفروباثي انه الكومبلمنت بالسيركوليشن بالدوران او بالمصل بتكون سليمه وبهذا المي كانت طبيعيه. الحقيقه بصير هو لوكال اكتيفيشن للكومبلمنت بهذا المرض، هي معلومه تذكروها. مثل ما حكينا انه هي على الميزانجوم ما بتصيب الكابيلاري او بالحاله تبعنا ما كانت صايبه الكابيلاري، طبعا هذا بالمراحل بمعظم حالات المرض، بينما في 30% من الحالات الديبوزيت بتروح بتصير بالكابيلاري، بتصير صب اندوثيليال، وهذا علامه على شده الاصابه بالمرض. وجود الار بي سي بالمسافه الاوليه حكينا، اضافه للتوضعات المناعيه بالميزانجوم. هذا كله بيحط لنا تشخيص الاي جي اي نيفروباثي. ليش ما هو هينوفشال لاين؟ لانه ما في عندي سيستميك ديزيز، قلنا انه ما في الم بطني، ما في الم مفصلي، ما كان في طفح جلدي او نقص بالصفيحات. هينوفشال لاين فرقه عن الاي جي اي نيفروباثي بالاصابه الكلويه هو نفسه، بيعمل نفس الاصابه الكلويه، صار هلا اسمه هلا الاسم الجديد له الاي جي اي فاسكولايتس، اللي هو هينوفشال لاين لمرض الاطفال عموما، ما بيصيب الاطفال اكثر من الكبار. سلايدين سريعين عن الاي جي ان نيفروباثي. الاي جي ان نيفروباثي هو مرض معقدات مناعيه مثل كل الامراض اللي حنستعرضها من هلا ورايح، هي امراض معقدات مناعيه. عموما المعقد المناعي بيتشكل بانتيجين مع انتيبادي، انتيبادي بيهاجم الانتيجين وبيتشكل ويسوي بيصير معقد مناعي. بحاله الاي جي ان هذا الشيء الشائع مثلا ربما الفيروسات والجراثيم عموما، تجي الاضداد بتهاجمها وبتشكل معقدات مناعيه معاها. بالنسبة للاي جي اي نيفروباثي المستضد هو اي جي اي، الجسم نفسه هو اي جي اي معطوب، فيه مشكلة الاي جي جي بيهاجمه وبيعمل معه معقد مناعي، وهي المعقدات المناعية بتروح تترسب بالكلية بالميزانجوم وبتعمل الاذية اللي حنشرحها بمحاضرة تفصيلية لاحقا. فالمشكلة عندنا هون الاي جي اي نفسه اللي بينتجه الجسم هو اي جي اي معطوب، بيهاجمه الاي جي جي بيروح بترسب بالكلية وبيعملنا الأذية بالكلية. بالنسبة لبقية الخيارات، إن الـ IgA نيفروباثي هو تشخيصنا، الخيار C هو Hinoxal Line Purpura اللي هو الـ IgA Vasculitis الاسم الحديث له، بده يكون في مظاهر جهازية وإلا على مستوى الكلية الإصابة نفسها. الليبوس نيفرايتس تظاهراته مختلفة نوعا ما، بده يكون في عندي فول هاوس بالإمنوفلوريسينس، السي 1 كيو بده يكون بوزيتيف لأنه تفعيل المتممة بالليبوس نيفرايتس بيكون بالكلاسيك باث واي، السيرا الكومبليمنت بالمصل بتنزل مثلا، هون عندنا ما نزلت، إضافة لأنه عندي المعقدات المناعية بتكون ميزانجل، بتكون صب إبيثيليا صب إندوثيليا، فهي قصة مختلفة تماما لبوست نيفرايتس.
بالنسبة للريزولفينج بوست انفكشوس جلوميرولونيفريتس بده يكون في عندك إصابة نتحية، بده يكون في عندك نيتروفيلز بالخزعة، وهذا الشيء ما شفناه. إضافة لأنه إصابة الإمنوفلوريسنس التوضعات المعقدات اللي هي بتكون سي 3 وآي جي جي بتكون حول الأوعية بيريكابيلاري، هون نحن شفنا آي جي اي وبالميزانجوم، هذا ما بيمشي مع بوست انفكشوس. المينيمال تشينج مع ديفيوز ميزانجل هايبرسيلوريتي، بده يكون أول شيء في عندي في ديفيوز ميزانج هايبرسيلوريتي مثلا شفناها عندنا، بس ما بده يكون في توقع الاي جي اي بالميزانجوم بيمشي عكس هذا التشخيص، ما بيكون في اي جي اي. هاي مثلا هذا بيكون اي جي ام، اغلبهم هذول بيكونوا اي جي ام مش اي جي اي، فهذا اللي بيخطر ببالي بنفي التشخيص الثانيه، واظن ان شاء الله غطيت الموضوع. بيبقى عندي انه لا تنسوا اللايك والشير والسبسكرايب، ان شاء الله نتابع بحالات تانية، وان شاء الله في محاضرة لاحقة نعرض فيها الآلية الامراضية للاي جي ان نيفروباثي بشكل تفصيلي اكثر.